ذات يوم من سنة 2015 بين أروقة جامعة الجزائر واحد كانت بداية الأمنية. سبع سنوات لم تكن بالسهلة ولا البسيطة، ثابروا حاربوا فنجحوا ليصبح اليوم الحلم حقيقة ويغدو أطباء الجزائر. ملخص سبع سنوات يعني بسيط، ممكن في الذاكرة تاعك يبقى أول يوم ويبقى آخر يوم، علما أنه سبع سنوات كان فيها عدة صعاب. بصح جست لو برومي جست لو برومي جور ابري التخرج تاعك تنسى كل شيء. alors هاد لي 7 ans انا نشوفهم فريمون اون افونتور. c'était une aventure من جهة pour se former et être un cadre au plus tard en même temps un pilier pour le pays bien sûr aider l'humanité etc. mais aussi sur le niveau personnel genre c'est un travail de la personne الواحد في هاد لي 7 ans راح يتعلم كيفاش en même temps يجيري روحه وكيفاش حيجيري لا سوسيتي تاعو كيفاش حيقدر يكون هو عون للشعب. هو يوم يعني تتويج لمشهود سبع سنوات من التعب ومن الاخر، هو في الحقيقة تتويج للطلبة لكنه بشكل أكثر هو تتويج للأولياء الذين تعبوا وصاهروا معنا كل ليالي وذاقوا معنا كل توتر، توتر الامتحانات وتوتر النتائج. والله الحمد لله فرحان يعني من أسعد أيام حياتي وهذا شعور الحمد لله روعة لا يوصف ما نقدرش نوصفه. الحمد لله كملنا الحمد لله شغل صافي بليزير نشوف والدينا بدينا وكملوا على جالهم إن شاء الله الحمد لله. عيون كلها فخر وفرحة بفلذات أكبادهم، فاليوم يمشون على المنصة الشرفية يحملون حلمهم وحلم أوليائهم. الإحساس وشعور قوي جدا وما نقدرش نوصفه، ونتمنى أي إنسان أي والدين يصرى لهم نفس اللحظات هذه. هذا هو الدعاء اللي ندعيه، والحب نقول الشيء هذا. وقفت معاه مني كان في 6 سنين قلت لها إن شاء الله تولي طبيبة، والحمد لله ما خابتش. تمينا معها البريمير ومن بعد المواية ومن بعد رحنا لليسي وما خابتش الحمد لله، وذوك رانا لحقنا الجامعة وما خابتش، وهي زاد جابت الريزيدان نتاعها الحمد لله ثاني ما خابتش. ونتمنى ان شاء الله يمشين هي تخدم البلاد نتاعها. جو سوي تري كونتونت، راني فرحانه بزاف بزاف. تعبت ونالت واش التعب تاعها بين بعد 7 سنوات، راهي طبيبه الله يبارك، وان شاء الله مازالها تكمل ان شاء الله. احنا نوفروا لها جميع الوسائل باش تكون في احسن الظروف حتى تكمل دراستها في احسن. واليوم رانا جنينا الثمار تاع التعب تاعها والتعب تاعنا وكل رانا تحصلنا عليه اليوم. سهروا، خططوا، ناقشوا، تعثروا، فوقفوا ليجنوا اليوم ثمرة ذلك وينضموا الى صفوف الجيش الابيض.